ترنيمة وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياة يسوع. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح معكم أحبائي المشاهدين، وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. وترنيمتنا لليوم هي ترنيمة صلاة، صلاة لبلد غالي على قلبي كتير وعزيز على قلوبكم أكيد، هو الأردن. صلاة بتقول يا رب الأردن بلدي بين إيديك. وفي سلسلة الصلوات اللي منصليها والرب يعطينا صلوات أكتر لبقية الدول اللي كلها غالي على قلبه وغالي على قلب اللي بحبه كمان. فالأردن من هاي الدول العزيزة جدا على قلبي، أنا مولود في الأردن، والأردن بلد مضياف، شعبه طيب، فتح أبوابه. لحد الآن الأردن أغلب سكانه مهاجرين، فهو فاتح أبوابه للجميع. فأنا حبيت أصلي لهالبلد، للشعب الطيب، بالحكومة، بالشعب، بكل سائر أفراد مجتمع اللي في الأردن، قلوا يا رب الأردن بلدي بين إيديك، تعال فيها واسكن وجمعنا حواليك، احفظها احميها واسمك يسود فيها، بارك أهاليها يا رب، قلوبنا بتناديك يا رب الأردن بين إيديك. والأبيات بتقول باركها بوجودك، ارشدها بكلامك، املاها من جودك، احفظها بسلامك، احفظها بسلامك للشعب وراعيها، احرسها احميها وبارك شعبك فيها. تعال وزور كل بيت طالبك بصلواته، عتراب وانت مشيت وباركت مياته، باركت مياته اللي تعمدت فيها، يا رب الأردن بلدي بين إيديك. يا رب كل خاطي درب الهدى دلة، وبالخير من بلادي، وبقهيوة بالدلة، وبقهيوة بالدلة ضيوفك نلاقيها. وهالبيت بالذات بحمل معاني راسخة في صميم التاريخ والتراث الأردني، اللي هي إكرام الضيف والضيافة والقهوة اللي هي القهوة العربية اللي تضاف بفناجين، الفنجان بيكون صغير وبتنضاف شوية قهوة بالفنجان، مش لتنشرب زي ما بنشرب القهوة العادية، لكن نوع من أنواع الترحيب والضيافة، وصارت علامة الأردن بالذات وضيافته لكل ضيف بيفوت على هالبلد الكريم. فبقول له يا رب زي ما نطلب أن يكون في قهوة في الدلة اللي في الأردن تضاف للضيف اللي هو ضيفك أنت، ضيف الله. فهذا برضو من قيم الضيافة لهالشعب، أنه بيعتبروا الضيف هو ضيف الله قبل ما يكون ضيفي أنا، فإكرامه من إكرام الله، عادي جميلة. يا يسوع المسيح ملك الملوك وحدك، بالصلاة والتسبيح الأردن يشوف مجدك، الأردن يشوف مجدك ورايتك يعليها. أنا طبعا بصلي لبلدي وأنا مسيحي، فبصلي للأردن بأسلوبي، بقول له يا يسوع المسيح هو رب المجد، هو ملك السلام، رئيس السلام، بقول له يا رب إنه يسوع المسيح يعلن، يعرفون الناس في هالبلد. وبرجع بركز كمان مرة إنه كل ترنيمة بعملها مش فكرتي إنه إنسان يسمعني ويغير دينه أو أهاجم دين معين لأنه أنا عندي الأفضلية، أنا بس حابب أشهد وحابب أعلن عن من غير حياتي. وبصلي إنه كل إنسان يجرب إنه يطلب هذا الإله العظيم اللي فعلا بيعمل تغيير، اللي بدونه كثير من الناس عايشين في اسمه يمكن أو ما بيحملوا اسمه، مسيحيين كانوا أو غير مسيحيين، أول ما بيختبروا المعاملة الشخصية معه واختياره كمخلص شخصي لحياة الإنسان بيغير الحياة،
وبيغير طريقة التفكير وبيغير المحبة اللي في قلبك للأخوك اللي قدامك. هذا بصلي لبلدي الأردن بقوله يا يسوع المسيح أملك أملك بصفاتك الحميدة الطيبة على هالبلد الطيب. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود واسكن وجمعنا حواليك يا رب الأردن بلدي بين ايديك تعال فيها واسكن وجمعنا حواليك احفظها احميها واسمك يسود فيها بارك أهاليها قلوبنا بتناديك يا رب باركها بوجودك املاها بسلامك اغمرها من جودك واحفظها بسلامك باركها بوجودك ارشدها بكلامك واملاها من جودك احفظها بسلامك احفظها بسلامك للشعب وراعيها احفظها احميها اسمك يسود فيها بارك اهاليها قلوبنا بتناديك يا رب الأردن بين ايديك تعالوا زور كل بيت طلبك بصلواته عترابه انت مشيت وباركت مياته تعالوا زور كل بيت طلبك بصلواته عترابه انت مشيت وباركت مياته باركت مياته لتعمدت فيها احفظها احميها اسمك يسود فيها بارك اهاليها قلوبنا بتنادي يا رب الأردن بين ايديك يا رب كل خاطي درب الهدى دل بالخير ملا بلادي وبقهوة بالدل يا رب كل خاطي درب الهدى دل بالخير ملا بلادي وبقهوة بالدل بقهوة بالدل ضيوفك نلاقيها
احفظها احميها، اسمك يصوت فيها، بارك اهاليها، قلوبنا بتنادي يا رب، الاردن بين ايديك. يا يسوع المسيح ملك الملوك وحدك، بالصلاة والتسبيح الأردن يشوف مجدك. يا يسوع المسيح ملك الملوك وحدك، بالصلاة والتسبيح الأردن يشوف مجدك، الأردن يشوف مجدك، وريتك يعليها، احفظها احميها، اسمك يسود فيها، بارك اهاليها، قلوبنا بتنادي يا رب، الاردن بين ايديك، يا رب الاردن بلدي بين ايديك، تعال فيها واسكن وجمعنا حواليك، احفظها احميها، اسمك يسود فيها، بارك اهاليها، قلوبنا بتناديك يا رب، الاردن بين ايديك، يا رب بلدي بين ايديك، يا رب الاردن بين ايديك. قبل ما أترككم مع تقسيمة عود في نفس المقام اللي كانت فيه الترنيمة، مقام الرصد على درجة الدو، بصلي الرب يكون معكم، يحفظ بلادكم هالصلاة للشعبي وأهلي بالأردن. يا رب سود بمجدك على هالبلد، بأمانك وسلامك على القائد وعلى الشعب وعلى الجميع. يا سيد احفظ هالبلد من كل شر وشبه شر، اجعل حدوده آمنة، اجعل أبوابه دائما مفتوحة، اجعله مليان دائما بخيرك، ومجدك يسود على هالبلد الطيب. بصلي هالصلاة، صليها معي، أذكر بلدك في الصلاة، والرب يعطينا صلوات لكل الدول اللي منعرفها واللي ما منعرفها، لأنه هو صالح محبته للجميع. بصلي يحفظ بلدكم ويدوم فيكم وبحياتكم سلام المسيح. ترنيمة وعود.